الناس دخلوا كلهم جبل مويه طمنك، اغلبيتهم انجرم، بيطلعوا دارين يزوروا والجيش بيجرم، بس فيديوهات بننزل القبضوا حي قبضوا والجرموا، اغلبيتهم اسيويين، اغلبيتهم تشاديين، اغلبيتهم من افريقيا الوسطى، اغلبيتهم سودانيين قليلين، سودانيين قليلين، ناس تطمئن ترجع بيوت طوال لتركب الان ترجع بيتك، لانه الحراميه اولاد القحاطه جيرانك دايرين يسرقوه، جيرانك القحاطه دايرين يسرقوه، الناس اللي لمس الخلايا النايمه كلهم عرفوهم، احتغلوا منهم اللي احتغلوا وشغالين فيهم، اي زول بيت في صفحته قال لمس وخوف الناس حيمسكوا ما بخلوا بيكونوا مسكوا، ودي الحقيقه. المعركه بتاعت جبل مويه بقت معركه بتاعت خلاص يعني دنيا زايله، دنيا زايله، ما شاء الله عربات، ما شاء الله جابوه حي، اي زول كان بيتفاصح وبقيل في ادب وبيتحدى في الجيش جابوه حي، ومين ما يجيبوه حي بيبقى زي اخته، وانا وانت من مدني، انا من مدني، من الدم تتكلم راجل ما كنت هناك بتتفاصح وبتطلع لسانك يا بقره، في 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 بني ادم عاقل بيتحدى الجيش ده؟ جيش بيتحدوه؟ ده جيش بيتحدوه؟ الجيش منتصر 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 منتصر، ما في زول بيتحدى الجيش، ده جيش منتصر قصته منتهيه، نحن واثقين في ثقه عمياء، انتوا دنيا زايله منكم المقبوض، لكن انا رسالتي بس دي اني مقساني ومطلع روحي يا جماعه، يا جيشنا يا امني يا جن يا براون يا مقاومة شعبية، أسمعوا الكلام اللين النار، والعاطفة عمرها ما تبني دولة. وإن ذاتهم بيقول لا خلاص إحنا كلنا أسرونا ونقعد جوا، بعدين بنطلع بنجي ناكل ونشرب، ودي المعاملة حلوة. يجي تلبت لك اعمل نفسه وقع في الأسر، يخشوا لك جوا يقعدوا ليه؟ زي ما حصل لهم كمية كبيرة حصلت لهم في مدن الكلام ده. نحن نتعلم من أخطائنا، مفروض نتعلم من أخطائنا. مفروض نتعلم من التجارب اللي حصلت، واحنا شايفين ومتابعين الميديا، وممكن ننزل لكم الفيديوهات بتاعت مدني اللي حصل شنو، والاحتغالات كانت 200 و300 و400 خلايا نايمه وخدتها في السجن، اليوم ما انجدد فتحوا لهم السجن وطلعوا شالوا السلاح من حقك انت لا و... عشان كده جيشنا هيئة عملياتنا براهم، الناس ديل فسدوا في الارض، الناس ديل اغتصبوا، الناس زي نهبوا، الناس زي سرقوا، الناس زي زعزعوا من الناس، طلعوا من بيوتهم، الناس زي الآن بروعوا في البشر، الناس زي الآن بيقطعوا في الطريق، ما تحكم لنا انت، احكم حكم الله، احكم حكم الله. بالنسبة لسنار اللي مر ماشى، اي متحرك يتحرك جاي سنار انجغم، اي متحرك يتحرك من الجزيرة ارتكاز في الجديد ارتكاز وين انجغم، طيران ده ما وقف نهائي، ما وقف كده، لا في مواصلات شغال شغال بس حوالين سنار كده، اي عربيه دن طوال رشو طوال ولب ولب جامل، وجغموا ناس كميه كبيره، شفنا في صفحات فرحات ود العمده متحرك، اللي تحرك من شمال الجزيره ينجغم، تحرك من هنا بدا من 9 تاتشيرات هو متحرك، لما قدامه قدامه لاهمين، لما نوصلوا حته محدده طوالي بلاونا الطيران، بلاونا الطيران انجغم، ما تسمع اي متحرك انجغم. الان بيقوا سنار فارقوها، بيقوا جبل مويه ما بيتكلموا، بيتكلموا عن شنو؟ رجعوا يتكلموا لك عن ود الحداد، بيصوروا له نمص في فيديو قال لك احنا يوم الثلاثاء يوم كده في ود الحداد، والجيش قال جاء، والجيش كان على بعد 3 كيلو من ود الحداد، يعني قاعد في كوبري حوالي ود الحداد 3 كيلو 3 كيلو فيديو قد صورته ده، قلت الليله التنين والله العظيم بس انتهوا ينظفوا جبل مويه، والله العظيم والله ما تقعدوا ولا ثانيه، القرار تم خلاص، القصه انتهت، القصة انتهت، وجود كباش المرة دي ما وجوده زي كل مرة، المرة دي قيادة، قيادة الليلة جيش سنار جوا داخل سو جوا بهناك يكذبوا، وعباقي 10 دقيقة واحنا جوا سنار، وكباش لافي بعربيته جوا سنار، واجتمع جوا وقاعد جوا وعيون امس والله ولا نام في الغرفة بتاعت السيطرة برا،
شغالين ليه؟ لانه كونيتو خلاص بالنسبه لنا دنيا زايلي. تحيه لكباشي، الحاجه اللي حصلت دي رفعت الروح بتاعت الجيش، شدت الجيش دافع كبير جدا جدا بتاع النيل الابيض، تماسح النيل الابيض. سينجا ما شاء الله ما قصرت كميه كبيره، ما شاء الله شغل جيش ما شاء الله متكاتف. حاجه كويسه انه جيشنا في سنار ذاك ولا تهبش، ده كله من برا، ده اللي شالبوه الناس برا بس الا بسيط قاعد جوا، عشان الجنجويدي ما يلقى مكان. ما هو بكون الجنجويدي مفكر شنو ده الفكره، الجنجويدي ما فكر غبي جدا جدا انه يسحب الجيش الى وين؟ معركه بهناك حوالين جبل مويه، لانه جبال، الجيش يقوم يمشي معاه بهناك جبل مويه، يقوم يترك الارتكازات بتاعت سنار. ده الفكره الجنجويدي. والدليل الحاجه اللي حصلت امس، الدليل الحاجه اللي حصلت امس، افتكر انه الجيش كله مشى وانه الجيش بيكاتب هناك، انسحب طاشرات سياره وجايين بورا يخشوا طوالي. الدخله بتاعت الطاشرات سياره جوه السوق، الخلايا النايمه حتقوم، الناس حتطلع من بيوت، الخلايا النايمه كل دول غناصين يدخلوا الغناصين جوه البيوت يسيطروا عندهم، بيكون خريطه مرسومه للمناطق اللي ممكن يرفعوا فيها غناصين يكونوا قاعدين فيها. دي الحقيقه. الناس زي يتفاجئوا بجيش، يتفاجئوا بناس قاعدين، يتفاجئوا ب هيئات عمليات، يتفاجئوا ببراهم، لقوا ناس لا بيجروا ولا بيتحتعوا ولا بيرجعوا ولا حته لورا. المكان اللي وقفوك فيه والله ما تتقدم منه ولا خطوه، والله لو كملوا. ناس قياداتهم بتقدموا الصفوف جوا، ما بيستشهد، بيستشهد الغايد، الغايد بيستشهد الغايد بتاعه، الجندي بيكون ورا، الغايد بيكون قدامه بكاتل. الناس دي اللي دقوا دق العيش. الخطه كانت ماشيه ومرتب الله مع الاعلام القحاطي في نفس الزمن. لو انا متواصل مع سنار، وحتى لما بيتكلم يكلموا فين الناس بيقول لي إن احنا الان سامعين الضرب، بقول لهم اثبتوا في بيوتكم، ما تطلعوا من البيوت، اثبتوا. ما في، لان انا عارف الجيش قدر شنو هناك، وعارف هيئه العمليات، وعارف الحاصل كله. ومستحيل العربات اللي دخلت كلها جبل مويه 60 عربيه، 60 عربيه تستلم سنار، الفي ألف واكثر من ألف عربيه، معقوله؟ والله العظيم لو سكران ما اصدق. قلت للناس اقعدوا ما تطلعوا. في واحد رسل لي فيديو قال لي اديل احنا طالعين والناس تطلع وهناي الليل يوم كده كده طوالي. قلت له قسما بالله العظيم الفيديو ده يتنشر تدفع ثمنه انت حياتك. وقاعد الكلام بتاعي قاعد، كلامي قلت له قسما بالله قاعد. قلت له قسما بالله ما بعرفه انا. دخل وداني الفيديو. يعني انا اشيل الفيديو انشره في صفحتي. خلي الهلع ده يقوم فوق السماء. طوالي قلت له قسما بالله العظيم، قسما هذا التسجيل قاعد وبصوب اخليه ينزل لكم في فيديو. قلت له الفيديو ده ينتشر تدفع ثمنه انت. عندنا رساله ثانيه لجيش شندي الفرقه الثالثه. الفرقه الثالثه. احنا عارفين بهنا الكدرو عامله سادر، وبهناك حطاب مقفله، وبهنا البحر، وبهناك مدين مساحه راجعين لي ورا، ومدين مساحه للجنجويد يكون في حجر العسل. مفروض الان جيش شندي يفكر تفكير حقيقي ومليون المية يضيق الخناق على الجنجويد. تتحرك طوالي وتدخل حجر العسل جواك، عشان ما تدي مجال لسوق ولا تدي مجال لتسويق ولا تدي مجال لمستشفى. ده المفروض يحصل. ما في سوء عذر يخلي جيش شندي للان قاعد في شندي. حارس شنو؟ حارس لك عمم وجلاليب داخلين طالعين، الان عندك شنو؟ امن شندي، تامين شندي بتامين حجر العسل. تامين شندي بتامين حجر العسل. القوه بتاعتك في شندي، عندك قوه كبيره، مستنفرين مقاومين. نظف حجر العسل، ادخل جوا، سيطر على حجر العسل، دفاعاتك تكون على حجر العسل، حجر العسل تكون جوا دفاعاتك عشان تامن. والله العظيم انت المسيرات دي والحاجات دي لو ما امنت كده ما معروف بكره يحصل لك شيء. عشان تامن صح لازم تدخل حجر العسل جوا. حجر العسل لا طالع لا داخل، تكون تابعه لشندي رسمي شعبي.
تابعة لشد رسمي شعبي. ودي الحقيقة، مفروض الكلام ده يحصل عندكم الجيش، عندكم آلاف آلاف مؤلفة قاعدين في شندي في شنو؟ ما دي حرب، وانت نهر النيل ودي تابع عليك، حتقعد تتفرج عليها؟ بتدوا الجنجويد مساحات للحركة ليه؟ بتدوا الجنجويد أسواق عشان ياخذوا ويشتروا وياكلوا ليش؟ لقد تحية بسوني، كلام جميل جدا. بالنسبة لموضوع الأسرى يا أخوان، الأسير المعروف قوة نظامية تحارب قوة نظامية أخرى بشرف، يعني يحترم مرأة الكبير، يحترم مرأة كبير السن، لا يسرق ولا يغتصب ولا يعمل أي شيء. لكن ديل كلهم مرتزقة جايين من برا وما عندهم مرتبات ذاته، كله جايين بوعود إنه يسرقوا ويغتصبوا وينحبوا، كل الحاجات اللي بيعملوها بخالف كل القوانين الدولية، عشان كده ديل يمشوا للدنيا زايرة توالي. الجيل هو أسي زول، أي زول بمسكه طوالي بودي لله، يعني إلا زول إنه ما هو مصلحة بخليه. فموضوع أسرة دي أنا افترض يعني يتألموا يعني. والله يا أخي الجيش ونفسه الطويل، ودايما بيختار يعني الطريق الطويل ونفسه الطويل. والقهد ديل كانوا عاوزين يطبقوا نفس الخطة اللي عملوها في مدني، لكن جيش كان صاحي وقدر صد المؤامرة يعني. فالخطر لسه قايم في سنار. الجيش قادر يحسم الميليشيات القريب في جبل مويه.